فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول في بلادنا غالب أسباب الطلاق، يقول في بلادنا غالب أسباب الطلاق يكون بسبب تدخل أهل الزوج أو تدخل أهل الزوجة في حياة الزوجين، فما النصيحة للأهل وللزوجين في ذلك؟ لا يجوز لأحد أن يخبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها، ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.